السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Open BIM Site، تقدر تشوف الموديل بالموقع العام بالمباني. هنا مثلا الفيوز، فهو جايب لي هنا ده ليفل 0 ده ليفل 1. انا بدوس عليه بيبدأ يسألني الالفيشن ليفل قد ايه والاسم قد ايه والمسافة للتوب بلانت قد ايه، بقول له اكسبت فبيبدأ يفتحها لي، فبتلاقي الحاجات اللي هي في الدور تحت خالص اختفت، وكذلك لما بتطلع الفلور 2 بعاشوها بقى 3D ببدأ اضغط هنا فبيوريلي في ال3D. هدوس على شيفت والزرار في النص عشان ابدأ اغير الاتجاه بتاعي بالشكل دوت. element 3 تقدر تخفي اي حاجة، يعني مثلا ممكن تقول له انا عايز اخفي الريلينج اللي هنا او الابواب او الكيرتن وول، تقدر تخفي اي عناصر انت عايزها من المشروع. هنا بقى ممكن تخفي مثلا المابس كلها، خلينا نبعد شوية عشان نشوف المابس بالشكل دوت، المباني اللي حوالينا تقدر انك تخفيها. وتلاقي اوامر اللي هي التعديل اللي هي تعمل سيلكت على اي عنصر مثلا تقول له ايديت، بعد كده تقدر ان انت تعمل موف او ماتش او كوبي زي ما انت عايز. خلينا نقول له ايديت ونعمل سيلكت على اي واحد فيهم، فبيبدا يجيب لي البيانات الخاصه بيه، ممكن تغير اللون مثلا. تقدر انت تعمل كرييت ل 2D او 3D زي ما انت عايز. طيب لو انا عايز اخد سكشن في اي مكان، ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اخد سكشن، تبدأ تتحرك بالشكل دوت في المبنى، تقدر تعمل روتيشن للسكشن دوت.